هل يملك مدير المستشفى سلطة تنظيمية على الدكاترة والأطباء اللي موجودين في المستشفى الجامعي ولا لا؟ طيب يعني قبل ما اجاوب ده بس هتكلم سريعا، هكمل بقيه فكرتي الخاصه بيه. زي بقول لحضرتك كده، احنا بنعلم الطلبه عندنا ازاي يشخصوا، لكن ما عندناش ماده سقوط ونجاح اسمها ازاي تتعامل مع العيان. مظبوط. انا النهارده لو رحت الدكتور واكتشف ان عندي لا قدر الله سرطان، هل انا علمته في كليه الطب ازاي يبلغ العيان؟ هي ما علمتوش. ولو علم وانما هو معتمد على ان هو في دكتور قبليه قال له، او ان هو راجل حنون فبيقول للعيان بطريقه كويسه. هل انا علمت الدكتور عندي ما هو عدد الاسره المناسب، المسافه بين كل سرير وسرير؟ هل انا علمت التمريض عندي حاجه زي كده؟ الحقيقه ما علمتوش. واقصد بالتعليم مش ان انا اقول له معلومه تبقى ماده سقوط ونجاح، ده محتاج تغيير حقيقي في مناهج كليات الطب، وده احنا حاجة شغالين عليها. طيب نيجي لسؤال حضرتك، انا بس مختلف مع حضرتك في جزئية انه هل دور الرقابة انها تشغل النظام؟ الحقيقة لا، دور الرقابة انها تمنع النظام من انه ينحرف. يبقى لازم يبقى عندك نظام الاول، والرقابة تمنع هذا النظام انه يخرج عن اطاره. وانا ما عنديش نظام. والحقيقة انت محتاج الى اعادة التنظيم، لانه القانون الذي يحكم المستشفيات الجامعية هو قرار بقانون 3300 لسنة 1965. 3300 لسنة 1965 أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنة 1965. يعني من سنة 1965 ما اتغيرش قانون تنظيم الجامعات، تنظيم المستشفيات الجامعية، عفوا تنظيم المستشفيات الجامعية، وما زال ينص في انه عضو مجلس الإدارة بتاع المستشفيات اللي يبقى فيه 3 من اعضاء الاتحاد الاشتراكي. كمان نداء الى الساده النواب الحقيقه اللي بيسمعونا، واكيد في منهم دكاتره موجودين في مجلس النواب، دي من اعتقد من اقدس المهمات اللي حضراتكم تقوموا بيها في قطاع الصحه ولجنه الصحه للمفترض ان هي تشكل في موضوع القرار ده. يعني من سنه 65 من ايام الرئيس جمال عبد الناصر لم يتغير هذا القانون، قرار بقانون 3300 سنة 1965 بشأن تنظيم المستشفيات، تنظيم عمل المستشفيات الجامعية. فالإجابة على سؤالك ببساطة، هل كان ما يصلح أن يدير في 1965 هو يصلح أن يدير في 2016؟ طبعا لا. وبالتالي في خلل في القواعد الحاكمة لا تمكن مديرين المستشفيات من إرساء النظام. مش بقى الرقابة، انه يبقى عندهم نظام يشتغلوا بيه.